أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي الموع بعيدا عن السياسة. نجح 12 أكاديميا في جامعة إنون التركية في زيادة كفاءة وقدرة بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد بنسبة 40% لاستخدامها في السيارات الكهربائية وتطوير نظام يسمح باستخدام أنواع مختلفة من البطاريات معاً. وقال البروفيسور سردار ألتير رئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم إنهم يجرون أبحاثاً علمية لتطوير أداء بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد منذ 4 سنوات، وإنهم وجدوا زيادة في كفاءة البطارية بنسبة 40% في التيارات العالية وخاصة في معدل C4، مشيراً إلى أنهم تقدموا بطلب لتسجيل براءة الاختراع بدعم من الجامعة وما زالوا مستمرين في دراساتهم. حصل نظام رأب المفصل الجديد على تصنيف جهاز متقدم من إدارة الغذاء والدواء، حيث تم تطوير هذا النظام لتقديم خيار علاجي جديد للمرضى الذين يعانون من تضيق العمود الفقري أو الانزلاق الفقري، وهو مصمم لتخفيف آلام أسفل الظهر والساق مع تمكين الحركة على المدى الطويل والاستقرار والمتانة بعد تخفيف الضغط. وأثبتت الدراسات السريرية أنها توفر تخفيفاً فورياً ومستداماً للألم وتحسين جودة حياة المريض. شهدت ولاية شانلي أورفا جنوب تركيا إقامة فعالية بمناسبة تخرج 113 فتاة سورية من حفظة القرآن الكريم، فتراوحت أعمار الفتيات السوريات بين 28 عاماً وقد أتممن حفظ القرآن الكريم. وأشار مفتي ولاية شانلي أورفا محمد طشتان إلى وجود قرابة 30 صفاً دراسياً في الولاية يواصل فيها سوريون حفظ القرآن الكريم، واختتمت الفعالية بتوزيع شهادات حفظ القرآن الكريم إلى جانب هدايا متنوعة. سلط بيع الروبوت صوفيا للوحة رقمية مؤخراً الضوء على إمكانية شراء حقوق ملكية المحتوى الرقمي. الروبوت صوفيا حاصلة على الجنسية السعودية، وهي أول روبوت مواطنة في العالم، وأصبحت اليوم من أشهر الابتكارات القادرة على محاكاة تعابير الوجه وإجراء المحادثات وحتى التعرف على الأشخاص ورسم اللوحات الفنية والرقمية. وتعمل أيضاً على العديد من الأعمال الموسيقية، حيث تتعاون مع موسيقيين من البشر لتوليد الموسيقى وكلمات الأغاني. عثرت السلطات التركية في ولاية إزمير غربي البلاد على مجموعة آثار تعود للحقبة الرومانية، وعقب التحريات التي أجراها علماء الآثار في إزمير تبين أن من بين الآثار التي عثر عليها خلال التنقيب دير يعود تاريخ بنائه إلى الفترة ما بين القرنين 14 الميلادي، كما تبين أن من بين الآثار فسيفساء عمرها 1500 عام. وتستعد السلطات المختصة في إزمير لنقل قطع الفسيفساء إلى متحف إزمير للآثار، فيما تتواصل الدراسات لإيجاد سبل لحماية الدير. ابتكر السوري محمد عجيب في مدينة جبلة
طريقة لتشغيل سيارة معدلة ذاتياً تسير باستخدام الغاز المستخرج من الماء والوقود، بحيث ينتج محركها الاحتراق من مزيج من الهيدروجين والأكسجين المستخرج من الماء عن طريق التحليل الكهربائي. ويقول عجيب إن الفكرة التي تستند إلى اختراعات أخرى مشابهة تقلل من الاحتياجات البترولية، والابتكار الجديد هو جهاز مكون من خلية صناعة الوقود وخلية الهيدروجين التي تصنع الوقود من الماء المكون من الأكسجين والهيدروجين. طور العالم التركي محمود أقشيد جيلاً جديداً من المواد الكهروحرارية المستخدمة في تحويل الطاقة المهدرة إلى كهرباء ضمن إطار برنامج الباحثين الدوليين التابع لهيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية، حيث بدأ أقشيد بإجراء استخدام الجيل الجديد من المواد الكهروحرارية التي طورها مع فريقه البحثي الذي يهدف إلى تحويل الحرارة المهدرة إلى طاقة كهربائية قابلة لإعادة الاستخدام. أشرف وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرسوي على فتح غطاء لحد أثري عمره 2400 سنة في قضاء بودروم الشهير في ولاية موغلا. وقال أرسوي إن اللحد اكتشف خلال أعمال حفر قبل أن يتم نقله إلى متحف في بودروم، وأضاف أن غطاء اللحد تم فتحه أمام الصحفيين، مشيراً إلى أن التابوت يضم رفات رجل وامرأة، وأن التقديرات تشير إلى أن اللحد يعود للقرن الرابع قبل الميلاد. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. السمك المزجوف الأكلة الأشهر والألذ في العراق، تمتاز بطعمها المميز على الرغم من عدم إضافة أي نوع من البهارات أو المطيبات والمنكهات عند تحضيرها، ويكتفي معدوها بإضافة الملح فقط، وتجمع هذه الأكلة بين الفوائد الكبيرة في عناصرها الغذائية وبين مذاقها الشهي. ويبدأ مشوار إعداد هذه الأكلة العراقية الشهيرة من اختيار نوع الأسماك وجعلها في أحواض خاصة لاستخدامها عند الطلب للمحافظة على المذاق الطازج، وبعد تنظيفها وغسلها جيداً تثبت جانبياً على الحطب المعد مسبقاً أو بواسطة مشبك الشواء الخاص بذلك على نار الجمر الهادئة التي تكسبها ذلك التميز الفريد. أما أنواع السمك التي تصلح للمزجوف فمنها الكارب والشبوط والقطان البني وغيرها من الأنواع، لا سيما النهرية منها. يقدم السمك المزجوف في البيوت والمطاعم ويجهز بنفس الطريقة التي لا تخلو من المتعة واجتماع العائلة أو الضيوف، لا سيما في عطلة نهاية الأسبوع.
السلام عليكم ورحمة الله. حابين اليوم نعطي بعض التوجيهات والنصائح للأهل عسى إن شاء الله أن يستفيدوا منها. إحدى أول النصائح اللي منحب ننصحها، أبداً لا تتركوا المشكلة تتفاقم. كيف؟ يعني لا نترك النخر أو لا نترك الأدراس المتواجد فيها نخر حتى توصل إلى مرحلة الألم. للأسف لحنا عنا مفهوم الألم، يعني لا نذهب أبداً إلى الطبيب سواء طبيب أسنان أو غير طبيب إلا فقط بالألم. في ألم نذهب إلى الطبيب، لا يوجد ألم لا نذهب للطبيب. فبالتالي عندما نتأخر في الذهاب ويكون هناك ألم، أولاً تصبح المعالجة أصعب على الطفل، ثانياً تصبح كلفتها أعلى، ثالثاً يوجد احتمالية أكبر لخسارة هذا الدرس. فكلما أسرعنا بالذهاب إلى الطبيب من أجل حل المشكلة كلما كانت النتائج أفضل. فعندما نذهب بشكل دوري إلى الطبيب كل 6 أشهر، هذا الشيء قد يغنينا أولاً عن العلاج المزمن، يعني كسحب عصب أو كبتر عصب أو كقلع، ويغنينا عن يعني مصروف أكثر. فننصح الأهل دائماً بالذهاب بشكل مبكر إلى طبيب الأسنان. من أحد التوجيهات أو النصائح اللي نطلب من الأهل دائماً بالقيام بها، وهي عند حدوث الرضوض أو الأزياد السنية. فالأطفال بشكل طبيعي قد يقعوا سواء على الأرض أو على الحائط على الجدار، وبالتالي من الممكن أن تحدث أذية سنية أو تحدث أذية في العظم وتكون المشكلة غير ظاهرة. ففقط بعض الأهل عندما يسقط الطفل وينزف القليل من الدم يقول تمام لا يوجد أي مشكلة، ما في داعي للروح للطبيب، ولكن قد تكون المشكلة قد حصلت بالداخل التي تؤدي إلى تموت هذا السن أو آفات سنية، التي هنا في هذه الحالة قد تؤدي إلى سحب العصب. فبالتالي عند وقوع الطفل يعني نطلب من الأهل بالذهاب إلى أقرب طبيب أسنان لديهم سواء كان طبيب أطفال أو غير أطفال، على الأقل من أجل القيام بصورة شعاعية وفحص حيوية الأسنان، وبالتالي عدم الذهاب إلى مشاكل أكثر بعد مدة من الزمن. من النصائح اللي نطلبها من الأهل دائما عدم إعطاء الطفل الكثير من الحلويات والسكريات. فالطفل بطبيعته يحب السكريات، من المصاص، السكاكر، حتى الشيبس. فالشيبس مثلا من أكثر المواد التي من أكثر الأطعمة التي تؤثر على الأسنان، فبشكل عام يحوي على الكثير من الزيت، والذي يلتصق بسطوح الأسنان مؤدي إلى حدوث نخر بشكل أسرع. وطبعا ما بدنا ننسى موضوع فرشاة الأسنان وأهميتها، وخصوصا قبل النوم. يجب على الأطفال بالفرشاة تفريش الأسنان مرتين في اليوم على الأقل، مرة في الصباح وأهم شيء قبل النوم. فقبل النوم يقل اللعاب وتقل حركة اللسان، فبالتالي احتمال ظهور النخر بشكل أسرع دائما يحدث في الليل. فننصح الجميع بعدم ترك أطفالهم يذهبون إلى النوم دون فرشاة الأسنان. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرتنا. نشكركم للاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله.